كرة ملعوبة في الأمام، فرصة فرصة فرصة، جول، لا مش ممكن، جول جول. عادت في المتابعة موكنا زكي يسجل أول هدف. سبعة من عمر الشوط الثاني، فرصة أخرى من جديد وانفراد وفرصة، جول 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 للفريق الياباني بيدرو جونيور. فريق الكوريا الجنوبي وضي ضغط ومحاولة في منتهى الخطورة وفرصة للثالث، فرصة خطأ ثالث يأتي الآن للفريق الياباني عن طريق اللاعب موكنا زكي. خطأ فادح جدا من حارس فريق استوريا فيينا هذا اللاعب ليو سيلفا. ليو سيلفا جول 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 رائع لليو سيلفا، عالمي يا ليو سيلفا، روعة الهدف.